وينك اب فاذا عنا الاورجانيك blood vessels for the heart او of the heart اللي هن pulmonary artery, pulmonary vein, aorta, vena cava. حنحكي بكل وحده فيهم. حنبلش بال pulmonary artery. pulmonary artery هو carries blood from heart to lungs. فاذا وينه ال pulmonary artery؟ بيجي لهون على الرسمه هي هون. شفتوه عم برسمه عم لونه. فاذا شو وظيفه ال pulmonary artery؟ carries blood from شو؟ from heart to lungs. فإذا بيبعت الدم على شو؟ على lungs. حيكون طالع من القلب ولا فايت على القلب؟ طالع من القلب. طالع من القلب. اوكي، لأنه اسمه شو؟ artery. فإذا pulmonary artery، pulmonary نسبة لل lungs، و artery هي carries blood from heart to lungs. مثل ما شايفين هي عم يطلعوا. اوكي؟ فاذا اول ارتر شفتوا وين السيجمويد فالف تحت؟ هي هالسيجمويد فالف تفتح وبتسكر. فاذا pulmonary artery هي carries blood from heart to lungs. فاذا اول ارتر عم ناخدها شو هي؟ الاول ارتر عم ناخدها pulmonary artery carries blood، بتوصل الدم من القلب لل lungs. اوكي، بروح على اللي بعدها. كمان بعدنا عم نشوف هون ال pulmonary artery. وين هي؟ شفتوا وينها؟ لونها ازرق، تطلع من ورا. واحدة بتروح على على الرايت والتانية بتروح على اللفت. اوكي، فاذا هون عم نشوف بالمونري ارتري. هي البالمونري ارتري اللي عم لونه. فاذا الأزرق شو وظيفة البالمونري ارتري؟ هو carries blood from heart to lungs. ارتري طالع من القلب والبالمونري نسبة لل lungs. حدا عنده شي سؤال فيه؟ مش الحال. بروح هلا على البالمونري فين. جاي من وين لوين؟ من اللونجز لل هارت. حنجي نشوف هون وين البالمونري فين. هي هيدا البالمونري فين وفايتين لهون. اوكي، جاي وهيدا من اللونجز وفايت على القلب. اوكي. هلا في واحد جاي من اللفت واحد من الرايت، هيدا المفروض التاني. اوكي، بس بده يفوتوا من هون من هيدي المنطقة. اوكي، لأنه على طول بس بده يفوت بفوت على الأوريكلز، ما بفوت على الفنتريكلز، بعدين بنحكي فيهم أكتر. فإذا بس قول بالمونري فين، شو وظيفة البالمونري فين؟ carries كارس blood بلاد from lungs to cells. كارس بلاد from lungs to heart. اوكي، from lungs to heart. مش الحال؟ فإذا pulmonary artery heart to lungs، pulmonary vein هن lungs to heart. تمام، هيا مثل ما شايفين هون، حتى نشوف وين البالمونري. بالمونري vein هي جاي لوين؟ لفوق. وهيدا نفس الشي. واضحة عندكم الرسمة؟ واضحة. فإذا بالمونري vein اللي هو جاي وبالمونري artery هو طالع. فاذا بالمونري ارتري هيدا هو بالمونري فين من تحت. فاذا ليكو شو بالمونري ارتري، يعني انا اذا بدي احكي لونجز او بدي بلش بالهارت، لونجز هارت. اوكي، كيف بيوصل فروم هارت تو لونجز؟ بالمونري ارتري او فين؟ ارتري. وكيف بروح فروم لونجز تو هارت؟ بالمونري فين. فاذا الارتري طالع من القلب، الفين فايت على القلب. اوكي، مش الحال؟ فهمتوها؟ بروح على الاورتا. اورتا هو carries blood from heart to body organs. اوكي، بروح على اعضاء الجسم كلها اكيد except lungs، ما عدا اللونجز. وين الاورتا؟ ليكو وينه؟ قديش عريض هي؟ شفتوا هون؟ كتير كتير عريض. ليكو هون هي هون، هيدا الأورطة طالع وموصل لهون ولهون وطالع على الدماغ ونازل ما بعرف لوين، لكل الأورجنز تحت. هي يعني هيدا هو. هيدا هيدا بروح كل الجسم ايه، وبعدين بيتشعب، يعني كيف كأنه عندكم أوتوستراد كتير كتير عريض، وبعدين ببلش شو؟ يتوزع شوي شوي. اوكي، فإذا أورطة هي carries blood from heart to organs.
بس قول اورتا من كلمة ارتري، هو بكون اكبر من ارتري، اضخم. يعني ليكو اذا هيدا بده يروح على كل اعضاء الجسم، والبالمونري ارتري بده يروح بس على على الرواية، اي المفروض يكون اكبر، الارتري ولا الاورتا؟ أورطة اورتا، لانه بده يروح على كل الجسم، بينما البالمونري ارتري بده يروح لوين؟ على الرواية. يعني ما حيكون هالقد، مش حيكون اكبر من الاورتا. اللونج. عرفتوا كيف؟ فهمتون؟ هلا هول شو حفظ، بس انه واضحين مفهومين، منهم صعبين. أوكي. فينا كافا كمان جاي من وين لوين؟ من البد، جاي جاي من البادي اورجنز للهارت. اوكي، وين الفينا كافا؟ هي هون في عندنا سبيريور وانفيريور، شي جاي من تحت وشي جاي من فوق. اوكي، يعني هيدي بتكون بعكس الارتي اورتا. اورتا هاي ايه بس بتروح على اللانكس. ايوه، فاذا الاورتا هي طالعه على الاورجنز، والفينا كافا جاي من عند الاورجنز. بالمونري ارتري رايح على اللانكس، بالمونري فين جاي من اللانكس. يعني انا عندي هارت شغلي شغلي واورجنز، اوكي، كيف بيروحوا؟ بالاورتا. وكيف بيرجعوا؟ بالفينا كافا. اوكي، فاذا في عندنا هارت وعندنا اورجنز، بتروح لعند مين؟ لعند الاورجنز باي اورتا، وبترجع باي فينا كافا. تمام، تمام. هيا هيدا هو الفينا كافا، كمان مثل ما شايفين هول جايين مش رايحين، بس هول جايين من فوق، هول سبيريور فينا كافا. شفتوا كيف بصير يندمجوا كلهم مع بعض؟ هول جاي من فوق، بعد في اشياء جاي من تحت، بتكون سبيريور من فوق، انفيريور من تحت. هول الاشياء جاي من فوق بتصب فوق، وهون تحت بتكون جاي من تحت، يعني بالانفيريور فينا كافا. فاذا نحن ما ضروري نفوت كتير بتفاصيل ونوجع راسنا، مفروض نعرف البالمونري ارتري هو بوصل الدم from heart to lungs، pulmonary vein from lungs to heart، وعنا aorta from heart to body organs، و vena cava from organs to heart. تمام، هلأ منفوت بشي من كتر أكتر المعلومات، شي اسمه blood circulations، يعني جسمنا عنده بارمتين، عندنا pulmonary circulation و systemic circulation. but pulmonary circulation هي circulation صغيرة، فمنقلها small circulation، والتانية هي systemic circulation، هي big circulation. اوكي، ليكو شو السيركليشن اللي هون؟ هي اياها، هاي اول سيركليشن، هيدي بين مين ومين؟ بين الهارت بين البالمونري واللونجز. فاذا اول شو معنات بالمونري؟ لها علاقه بالاورجنز ولا باللونجز؟ باللونجز. وسيستميك لها علاقه بالاورجنز. خلينا نحكي كل وحده بوحدتها، نجي لهون. اول وحده حنبلش فيها هي pulmonary circulation، يعني حتكون between lungs and heart. تمام، يعني heart lungs heart. ايوه اوكي، هلا اذا فتنا كثير تفاصيل باللونجز بحكي على pulmonary alveolus. طيب شو هو blood vessel between heart و lung؟ pulmonary artery ولا pulmonary vein؟ heart lungs pulmonary artery، lungs heart pulmonary شو؟ vein. يعني بيطلع من القلب على lungs by شو؟ pulmonary artery. مش هذا طالع من القلب؟ طالع من القلب قلنا شو اسمه؟ artery. فايت على القلب شو اسمه؟ vein. عرفتوا كيف؟ يعني pulmonary artery lung pulmonary vein، يعني هون كأنه عم اقول heart، لو بوصلني بيطلع على pulmonary artery lung، برجع بالمونري فين، برجع اخر شيء على الهارت. تمام، حدا ما فهمها هيدي البالمونري سيركليشن؟ فاذا خلال بالمونري سيركليشن البلاد حيعمل سيركليشن بين مين ومين؟ بين اللونج والهارت. بين مين ومين عم بتكون هيدي البالمونري سيركليشن؟ بين تو اورجنز، بين الهارت والهارت. اوكي، طب ليش بده يروح الدم على الرواية؟ ليش القلب بده يبعث الدم على الرواية؟ To oxygenate blood and get rid of carbon dioxide، لحتى يصير الدم oxygenated and impoverished in CO2، ليصير غني بال O2 وفقير بال CO2. فهمنا يا ولا لا؟ طيب
كربون دايكسيد ويعطي اكسجين. اوكي، فاذا اللي اخذناهم قبل بدرس الريسبريشن، فاذا ليش ليش القلب بده يبعث الدم على الرويه؟ To oxygenate the blood and get rid of carbon dioxide. صعبه؟ بروح على السيركيليشن الثانية اللي هي مين؟ سيستميك سيركيليشن. بين مين ومين حتكون؟ بين هارت اند اورجنز. شو اسمه البلاد فازل اللي طالع فروم هارت تو اورجنز وكثير قلنا كبير؟ اورتا. اورتا مش ارتري، هيدا اسمه اورتا لانه اكبر. طيب فروم اورجنز تو هارت شو اسمه انه؟ فينا كافا. فينا كافا. اوكي، فاذا لازم تكونوا حافظين اورتا وفينا كافا، يعني على تاني حصه بناخدها المفروض تكون تقويتوا اكثر، الحصه الثالثه بنعمل براكتس نحل دورات بتكونوا حفظتوا اكثر الاسماء، فاذا هارت بيمرق بالاورتا بروح عند الاورجنز، فينا كافا بروح على الهارت، تمام؟ طيب ليكو شو وظيفه، ليش بده يروح الدم على كل جسمنا؟ تيعطيه اكسجين ونيوتريانت. نيوتريانت وياخد شو؟ ويست اند ويست اند. ليكو اسمعوني كثير منيح، حبلش من اول وحده البالمر سيركليشن. ليكو طلع الدم بقلبه كثير سي او 2، بيتخلص من السي او 2 شو بياخد؟ او 2. اوكي صار لونه احمر هون، ليش؟ لانه ريتش ان او 2. او 2 او 2 ما عنده كثير او 2، بروح لوين هلا بالاو 2؟ لعند الاورجنز، بيعطيهم الاو 2 بياخد السي او 2. شفتوا هيدي الميله كلياتها؟ هيدي الميله؟ ريتش او بور ان او 2؟ هيدي ريتش بور. بور ان او 2. وهيدي الميله اللي من هون؟ الحمراء ريتش. هيدي الميله كلياتها هي ريتش ان او 2. اوكي؟ ليكو شو حاشرح لكم ارجع اياها. كنا عند الخلايا. اخذت الاو 2 وعطت شو؟ سي او 2، يعني صارت هون بور 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 بور. اوكي هيدي الميله كلياتها بور ان او 2. لحديت ما توصل لوين؟ عند الروايه بتصير شو؟ ريتش ان ان او 2، فبتصير هون شو؟ لونها احمر. اوكي عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ فاذا وين بصير الدم ريتش ان او 2؟ باللونجز. وين بصير الدم بور ان او 2؟ بالاورجنز. مش اخذنا قبل بصير في عنا اكسشينج بالاورجنز وباللونجز، تبادل بالاو 2 والسي او 2 بالاورجنز. فاذا باللونجز بتصير ريتش ان او 2 وبالاورجنز بتصير بور ان او 2. فهمتون ولا لا؟ حدا ما فهمون؟ فاذا ليكو ما بدي كثير تضيعوا، في احفظ انا دور اول وحده ودور الثانيه بفهمها. فاذا pulmonary circulation هي وظيفتها انه تعمل الاكسجين oxygenate the blood and get rid of carbon dioxide، و systemic circulation هي to show هي تعطي او 2 nutrients للخلايا وتاخذ منهم سي او 2 and waste. فهمتوهم؟ مره تانية حنحل اسئله متقوى اكثر فيهم.